أنا عامل الوطن اللي لقيت المبلغ اللي هو 20,000 دينار. فقعدنا أكثر من ساعة وإحنا ندور، وأنا اللي شخصيا العامل اللي عثرت على المبلغ. أنا لما رحت على صاحب المول أنا واثنين من زمايلي وكرمنا كل واحد 10 دنانير، بصراحة صدمني يعني وحزت ببالي. واقعة أثارت الجدل في الشارع الأردني بعدما عثر عامل نظافة أردني على مبلغ 20,000 دينار، يعني 30,000 دولار أمريكي، بين 9 أطنان من القمامة تعود ملكيتها لصاحب مول تجاري في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، ليتم تكريمه بمبلغ صادم. تعرف على رد فعل العامل وردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ملخص القصة. تبدأ القصة عندما تلقى رئيس شعبة النظافة في مديرية القويسمة التابعة لأمانة عمان الكبرى اتصالاً هاتفياً ورده يستنجد صاحبه وهو رئيس قسم المحاسبة في أحد المولات بالعاصمة الأردنية عمان، يفيد فيه أن عاملة النظافة وضعت عن طريق الخطأ كيساً أسود يحتوي على مبلغ 20,000 دينار أردني في حاوية النفايات، ظناً منها أنه كيس مهملات. وبدوره اتصل رئيس شعبة النظافة بسائق الحاوية التي نقلت النفايات من المول كي لا تصل إلى المكب وتصبح عندها عملية العثور على المبلغ صعبة بل شبه مستحيلة، فجرى تفريغ حمولة الحاوية بالكامل والتي تتراوح من 8 لـ9 أطنان نفايات في ساحة سوق السبت الكائنة في حي النهارية بالقويسمة، وجرى التفريغ على 3 مراحل تمثل كامل الطاقة الاستيعابية للطاحنة. وبدأت عملية البحث من قبل 3 عمال وبحضور صاحب المول وموظفيه وقوة أمنية، وأثمرت جهود التنقيب عن العثور على كيس النقود بعد نحو 20 دقيقة من العمل من قبل عامل النظافة خليل توفيق. واستلم صاحب المول المبلغ بعد أن قام رجال الأمن العام بتصويره، وقام صاحب المول بمكافأة عامل النظافة الذي عثر على المبلغ بأن أعطاه مبلغ 10 دنانير. عامل النظافة خليل توفيق عبر عن صدمته من المبلغ الذي كرم به، مشيرا إلى أنه عمل برفقة زملائه بعد انتهاء دوامهم الرسمي للبحث عن المبلغ المالي. وأوضح العامل خليل أن عتبه ليس لأجل المال بل لأجل المبدأ وحجم المبلغ الذي فقد، موجها رسالة بأن الأمانة أمانة ويجب إعادتها لأصحابها. وتحولت هذه الواقعة إلى مثار للجدل والتهكم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعجبوا من موقف صاحب المول ومن المكافأة الزهيدة التي صرفها للعامل، حيث وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المبلغ المصروف بالقليل مقارنة مع المبلغ المفقود والذي تم العثور عليه بعد جهود كبيرة. وأكد آخرون أن العامل من حقه 10% من قيمة المبلغ المفقود شرعاً، بينما عبر آخرون عن سخريتهم بقولهم لا والله مكلف على نفسه الغلبان. وفي منشور آخر كتب أحد النشطاء ليش مغلب حاله، والله بلاهم أحسن. كما أضاف آخر لو خلاهم أحسن له، جملته على حاله الله أكبر. والسؤال هنا، ما رأيك أنت في موقف صاحب المول؟